والله بتعرف يا عثمان، احسن حاجه انكم نقلتم للشقه دي، احسن من شقه مدقي ذيك وذكريات مدقي. وبعدين كيف جيت مصر؟ بمطايرة. مقصود ما عاد عمل في مصر. والله الوالد ضغط علي قال ضروري ضروري تجي هنا عشان تكمل تعليمك. وكيف تكمل الدراسه وانت مفصول من الجامعه؟ شوف شوف، ما يفضحك الا صاحبك، والله ما يفضحك الا صاحبك. وانا علشان ذا الكلام قررت اغير اسمي من عوض لسامي، تمام؟ غيرت كل وثائقي علشان اعرف اسجل بداخل الجامعه. من اليوم ما اطلع تنسوا حاجه اسمها عوض، تمام؟ طيب يا استاذ سامي، وهذا المره عاد ادرس هنا بجد او عاد مكنها لنا صياعه وكيه وفضايح كعوايدك؟ لا 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 لا، ذا كان زمان ايام عوض، اما الان سامي. سامي معناها صفحه نظيفه خاليه من اللعب والشوائب، خاليه من الكوليسترول، خاليه من كل حاجه يعني غلط. ان شاء الله ان شاء الله انا ببدا حياتي الجديده من غير صياعه، من غير ان شاء الله صعلكه، من غير رفقاء سوء. الا والله حلمي فين؟ والله اشتقت له. فين النار؟ ما هي النار اهي. زي نار؟ النار اهي. والجنة فين؟ ايه حلو، انت باين عليك اتسطلت يا شيخ عوض. يقول لك واحد مسطول وقف تاكس، قال له تاكس تاكس، قال له نعم، قال له رايح المطار، قال له بصراحة أنا ما بعرفش الطريق، قال له مش إشكال، امشي ورا اجري قدامك. في وحدة يقول لك واحد بيحب يجري ويجري ما بيحبوش. الله عليك يا حلمي، الله عليك يا حلمي. يا عم قوم عشة الفراخ دي. يا عم حاسس لا تكسر البيت. والله افتقدك يا حلمي، والله انا اشتقت لك يا حلمي، وينك سبتنا وسافرت. انا برضه اللي سافرت، اصل لما اتفصلت من كلية الصيدلة وسافرت، هو مين اللي اتفصل ولا مين اللي سافر؟ انا اللي سافرت ولا انت اللي الله انا ما عدت انت اللي عايز تسافر وتسيبنا يا عم عوض. والنبي وحشتنا احنا ما حشيشك ولا حاجه ولا حاجه. اشربوا اشربوا الله يحرقكم.